وللحديث عن تبعات بقاء الجثث تحت أنقاض الموصل معنا من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا ضياء الشمري. أهلا بك سيد ضياء. بداية، يعني مديرية الدفاع المدني في نينوى تؤكد استمرارها في انتشال الجثث من مدينة الموصل القديمة، ما الذي يعيق الانتهاء من هذه العملية رغم إعلان القوات الحكومية سيطرتها على المدينة وانتهاء العمليات العسكرية فيها نهاية عام 2017؟ السلام عليكم وتحياتي للجميع. أهلا بك. الأمر طبيعي، لحد الآن مدة 6 سنوات من انتهاء العمليات العسكرية الموجودة في الموصل وخاصة في الموصل القديمة، وهذه العملية يعني الدفاع المدني 6 سنوات ولحد الآن لا يتمكن من إنقاذ هذه الجثث. معناته هم متماهلين بحل هذا اللغز. أنا يعني لحد الآن لا نفهم لماذا التأخير مدة 6 سنوات ولحد الآن الأنقاض والجثث تحت هذه الأنقاض. لماذا لا تعمل الحكومة بالجدية؟ هل هنالك ورائها سياسة مبرمجة من قبل هذه الحكومة لتدمير هذه المنطقة؟ هل هناك داعي لهذه الفترة الطويلة؟ وما هي الأسباب لانتشار الجثث من تحت الأنقاض؟ إذن الحكومة العراقية هي تتحمل المشكلة الأولى والأخيرة، وبالإضافة إلى هذا أيضا يعني محافظة الموصل هي أيضا مسؤولة عن هذا الترتيب. نعم. لماذا لا تعمل محافظة الموصل على أنقاض هؤلاء؟ نعم. لأنه هذه العملية تتركب عليها أمور أخرى. لكن هل تعتقد أن هناك تعمدا بعدم تزويد فرق الدفاع المدني في نينوى بالمعدات اللازمة؟ أليس ذلك من ضمن عمليات إعادة تعافي المحافظة؟ نعم، هذا تعمد، واحنا نحن نعلم جيدا شو هو ما هو سبب التعمد. احنا نعلم انه منطقة الموصل القديمة هي منطقة اهالي الموصل اصلا المصلاوة اللي كانوا يسكنون في هذه المدينة، ونحن نعلم جيدا انه هذه المنطقة هم المنطقة خيرة الناس الذي كانوا يسكنون في هذه المنطقة، من ضمنهم العسكريين والأطباء والمهندسين والفنانين والكتاب والشعراء، هم من هذه المنطقة حقيقة. إذا الأمر متقصد ومتعمد بالتهامل أو بعدم الاعتناء بهذه المدينة. هنالك سرقات أموال كثيرة من 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 جراء الحكومة، والحكومة تعلم، والميليشيات والحشد الشعبي هو جزء كبير من هذه العمليات السرقة التي تتم مبرمجة من قبل الحكومة العراقية وبمساعدة الجهات المعنية، وهذه الجهات المعنية هي الدولة والشرطة والأمن، يعني الحكومة العراقية. سيد ضياء، ماذا عن تداعيات إبقاء الجثث تحت الأنقاض في الموصل والمخاطر المترتبة على ذلك؟ هل هي بالحسبان؟ أين السلطات الحكومية مما يجري؟ أنا قلت في البداية أنه هذا القصد متعمد عليه، وهذه تترتب أنه القضايا النفسية، هنالك مشاكل كبيرة اجتماعية واقتصادية لهذا السبب، لأنه أغلب المتوفين الموجودين تحت الأنقاض لا ممكن احصائهم. بعدين تاثيرا نفسيا على الحاله الموجوده، يعني اذا انت اقاربك او اخوك او عمك او ابوك مدفون في هذه المنطقه ولا تتجرأ ان تنقذ هذه الحاله، اذا الحاله النفسيه ايضا والحاله الاجتماعيه تترتب عليها كثير من الحالات الاجتماعيه. وهذه الحكومه هي تتقصد بهذه العمليه، وهي انا اتوقع هي توجيهات من جهات أجنبية ومن ضمنها إيران لتدمير البنية التحتية في هذه المدينة. نعم. طيب، بعيدا عن الأضرار الصحية والوبائية سيد ضياء، ماذا عن مشاعر أهل الضحايا؟ كيف يؤثر عدم انتشال الضحايا عليهم نفسيا واجتماعيا؟ موصل هي من المدن المنكوبة في العراق، من المدن المنكوبة الأولى في العراق. نعم. لحد هذه اللحظة الحكومة يعني تتجاوز وتتجرأ لقمع هؤلاء الناس الذين ساكنين في هذه المنطقة. يعني هل تتصور أنه المنطقة إذا فد واحد مصلاوي يريد يراجع على الدوائر الرسمية العراقية، إذا كانت شرطة أو إذا كانت البلدية أو إذا كانت المحافظة؟ نعم. لا يجد مصلاوي هناك
يعني كلهم الموجودين الموظفين الذي كانوا يشتغلون سابقا كلهم خرجوهم لتقاعد ولأسباب أخرى ودعاءات أخرى، ويأتون بجماعة من خارج محافظة الموصل ويعينوهم. إذا العملية مبرمجة، وازدواجية المعايير في هذه المنطقة يعني أمام كل الناس، والحكومة تعلم بهذا، ولكن الحكومة لا ترى هذا الشيء أو ترى هذا الشيء وتغض النظر عنهم. نعم. إلى سؤال جديد الآن أستاذ ضياء، يعني أين عمليات الرقابة الحكومية على عملية إعادة تعافي الموصل وعمليات إعادة الإعمار؟ كيف يمكن السماح بوجود عمليات فساد في عمليات انتشال جثث الضحايا، وأين حقوق الضحايا؟ حقوق الإنسان الموجودة من هذه السرقات والأموال الذي تضخ على الموصل، لحد الآن أهل الموصل لا يعرفون أين تذهب هذه الأموال التي صرفت على هذه المشاريع، من ضمنها الإنقاذ الموصل، من ضمنها أعمار الموصل، من ضمنها بناء المستشفيات، بناء المدارس. هذا كل شيء لم يحدث، وإنما تحدث الأشياء هي سرقة مليارات من الدولارات من الموصل، من أهالي الموصل، الذي هي الحكومة العراقية خصصت لهذه المنطقة، ولكن الحكومة العراقية تعلم جيدا من هو سرق هذه الأموال. نعم. السؤال الأخير الآن، يعني ما المطلوب اليوم لإنهاء رائحة الموت التي لا تزال تنبعث من تحت الأنقاض رغم مرور 6 سنوات على انتهاء المعارك في الموصل؟ عزيزي، انتقلت 6 سنوات، ولهذا لحد هذه اللحظة لو في أي بلد آخر في أي منطقة أخرى 6 سنوات لا يمكن إنقاذ منطقة صغيرة بقدر المنطقة القديمة الموجودة في الموصل؟ هل معقول هذا الشيء؟ إذن الأمر متقصد بهذا الشيء. أهل الموصل هم غرباء في الموصل، أهل الموصل هم يعانون ما لا يعانيه الشعب العراقي بقدر ما عانوا أهل الموصل، إذا كانت مع الحرب مع داعش، وإذا كانت الحرب مع الميليشيات وقتل الناس وابتزاز الناس. حتى المصالوة إذا يردون المصلاوي إذا يطلع رخصة بناء، يعني رخصة البناء، يبتزون المواطن المصلاوي بإعطائه رخصة البناء. ازدواجية المعايير بالوقت الحاضر، زادوا رواتب المتقاعدين العسكريين، ولكن المتقاعدين العسكريين القدماء لم تزاد الرواتب مالها. ليس هذا هو ازدواج بالمعايير، ليس هذا انتهاكات لحقوق الإنسان، ليس هذا هو ضد الإنسانية. هم من أين أتوا؟ يعني أتوا لأن ينتقموا من الشعب العراقي؟ نعم. هذا الأمر اللي احنا يتضح انه كمنظمات حقوقية. من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.